النهارده اليوم مطعمنا اكله خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شريف. مزيكا وفنون المودة اليوم مطعمنا أكله خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. داري رموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تيدي في ناري ناري ناري. داري رموشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تيدي في ناري ناري ناري. قلبي مسلم ليك يا عاشق من أول، مش محتاج عنك ترويني بجمالها. قلبي مسلم ليك عاشق من أول، مش محتاج عنك تكويني بجمال. داري موشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تيدي في ناري ناري ناري. ما هواك في قلبي ياللي جمالك قاي، لو فكرت اخبي عيني تبوح بهواك. ما هواك في قلبي ياللي جمالك قاي، لو فكرت اخبي عيني تبوح بهواك. وارجع تاني واقول قلبي في حضنك دار، عاشق عينه في ظلك ساكن عينك داري. داري موشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تقيدي في ناري ناري ناري. داري موشك عني وداري داري داري، ليه بتحبي تقيدي في ناري ناري ناري. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وحلقه بدايه الاسبوع، ونتمنى تقضوا عندنا وقت حلو تتبسطوا عندنا في اربعه شارع شريف. وتحيه خاصه جدا 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 لواحد من سكان شارعنا كان عنده وعكه صحيه الكام شهر اللي فاتوا، ما قدرش يكون معانا ورجع لنا، وبنحيي تحيه كبيره قوي شيف يوسف. اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شريف، وحشتنا. وانت وحشتني جدا. ما انت زي الحصان اهو. وحشني الشارع. زي الحصان اهو. الحمد لله. فلة. الحمد لله. وكل اللي بيعوا وبيحلووا كده. حبيبي ده عيونك. قول لي بقى عاملين ايه النهارده؟ النهارده عاملين فراخ بالصوص الارجنتيني، وعاملين مكرونه بالبتنجان والخضار، وعاملين الحلو كيكه بالجزر. منور كالعاده. وبما ان احنا النهارده بنحيي شيف يوسف بعد ما غاب عننا فتره، عايزين كمان بنتمنى ان دعاء العطار ترجع لنا في اقرب وقت. هي عملت عمليه كبيره في الحقيقه في ظهرها، وان شاء الله بعد العيد الكبير تكون قدرت كده تبقى احسن وتقدر تقف على رجليها، وتشرفنا وتنورنا، وببعت لها الف سلام وتحيه. طيب بعد ما نخلص مع شيف يوسف عندنا استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب، بعدي بتطل علينا وتشرفنا نسمة مدحت. اهلا. جايبه لي الكلام ليه؟ عملت خلاص ايه؟ بقى اسكتي. والله ما عملتش حاجه. انتي جميله. لا ما انتي صح عموما، يعني جايبه لي الكلام هاتي صح. فين الست نيسمه؟ الست نيسمه. لا لا بقى لك شويه ما تقولهاش. لا لا خلاص النهارده هقول لك في الفقره. عندنا ايه النهارده في الفقره؟ عندنا حواديت، وعندنا ست نوجة قالت لي. منوره كالعاده، اهلا بيكي. بعد ما نخلص مع نسمه مدحت، وزي كل يوم سبت يكون عندنا عرض ازياء. فاحنا النهارده عندنا مصممه ازياء اول مره تنورنا، عامله حاجات حلوه قوي، مستخدمه قماشه حلوه قوي من ضمنها كتان، عامله حاجات واسعه وفضفاضه حلوه جدا جدا. خلونا نرحب باستاذه هبه عادل مصممه الازياء. اهلا وسهلا. منورانا. ازيك يا شريف؟ فرصه سعيده. انا اسعد. بداتي في عالم تصميم الازياء من قد ايه؟ من 8 سنين تقريبا. كل ده ما جيتيليش.
ده انا كده شكلي وحش قوي. لا ده النهارده فرصه سعيده ان احنا نشوفك ونلتقي وحاجتك حلوه قوي. لا مشى في الحقيقه اللي انت مختاراه كلها احلى من بعض. سي ربنا يخليك. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. مدام في عرض ازياء يبقى اكيد بنات الشارع الحلوين جايين متالقين وكلهم زي القمر. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منورين منورين. كمان النهارده عندنا فرقتي مزازيكي مع عندليب الشارع استاذ حسام حسني. اهلا. ازيكم يا حلوين؟ مساء الفل. جيمي ارفع ايديك لفوق عشان الناس تعرفك. دايما هتلاقوا جيمي عندنا موجود. ساعات بيبقى فيه علاء وساعات بيبقى فيه جيمي. اهلا يا استاذ جيمي. اقول لا لا تمام. مش مهم دلوقتي شويه كده شويه. خلاص. هتغني ايه؟ الرمان بقى. الكينج محمد منير. نسمع دلوقتي بصوت حسام حسني اغنيه الرمان للكينج محمد منير. بعد كده فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع شيف يوسف نعمل احلى اكلات. خليكم على سماحته. مزيكا. بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمان. ولا تيجي على حجري لا تشرب اسود الحرمان. ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمان. ولا تيجي على حجري لا تشرب اسود الحرمان. اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. عشقت من غير سبب عرفتني منفعة. علمت قلبي الأدب سنتين تلاتة أربعة. عشقت من غير سبب عرفتني منفعة. علمت قلبي الأدب سنتين تلاتة أربعة. عدى الزمن وخلاص اهو بقى من حبي مين ادى. اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان. اهلا وسهلا. اربعة شارع شريف. اربعة شارع شريف. شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية والشيف يوسف وصل ورجع لنا بعد اجازة ثلاث شهور تقريبا. افتقدناه في رمضان وافتقدناك في راس السنة وفي الكريسماس. افتقدناك في كل المناسبات. بقالي شوية حلوين. منور حبيبي يا شريف. انت صحتك كويسة؟ الحمد لله. فلة؟ الحمد لله. يلا قول لنا بقى النهاردة سفرتك فيها ايه ونبتدي بهذا الشيء. دي مكرونة اسمها كربوناتا ايطالي. مشهورة ان هي بالبتنجان والفلفل الالوان. وبتنجاني اسمه ايه بالايطالي بقى؟ لوبرجين. لوبرجين ده بالفرنساوي. ده بالفرنساوي. مش عارف بالايطالي. تصدق انا عارف لك مش عارف عشان كده. بس عارفه لوبرجين. ما هذا؟ دي فراخ بالصوص الاخضر الارجنتيني اسمه تشيميتشوري. مشهور قوي في الارجنتين. تشيميتشوري طبعا. عمري ما سمعت عنه. دي كيكه من غير دقيق ومن غير سكر غير التوبينج يعني بالجزر والشوفان. حلو. عايز تبتدي ايه بالفراخ؟ نبتدي بالفراخ. مقادير الفراخ اللي هو انا عليها الشفاشه. تشيميتشوري. هنحتاج نص كيلو صدور فراخ، معلقتين مستارده، معلقتين عصير ليمون، معلقتين زبده، وللصوص هنحتاج كوبايه من البقدونس المفروم، كوبايه كزبره مفرومه، كوبايه فلفل اخضر حامي، حبايه فلفل احمر،
8 فصوص ثوم، معلقتين زعتر ناشف، 4 معالق خل بلسمك، كوباية صغيرة من الزيت، 4 معالق زبدة وملح وفلفل. اوكي نبتدي. أول حاجة هجيب شوية مسترد عليهم ليمون. و مش كل الناس عارفة المسترد، ومش كل الناس في مقدرتها تجيب المسترد. مش غالية يا باشا يعني بالنسبة لك يعني. فهو اللي ما يقدرش يجيبها مش عامل الاكله دي، معلش. أوكي. اوكي يعني مش لازم، دي خطوه اختياري، دي مش الخطوه الرئيسيه. مش رئيسيه؟ لا مش رئيسيه خالص. لو مش عايزها بلاش، احنا أوكي. بنديها بس على فكره. احنا مره مع شيف امير عملنا لكم المسترد والكاتشب، لو دخلتوا في العلاقات ودورتوا هتلاقوا المسترد دي بتتعمل ازاي. اهو دي صدور الفراخ. هي لو عايز تعملها من العطار الخردل الحبوب ده بيتباع برده مش غالي. هنا ده صدور فراخ صح؟ اه صدور. اوكي وادي المسترد، حطيت عليها ايه؟ مسترد وليمون. مسترد وليمون. حلو يا شيخ. ممكن بقى ايه حضرتك تحط لي حته زبده على النار قبل ما نعمل اخر واحده في الطاسه دي؟ اه حته زبده. الزبده اهي شفتها 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 يا زوز. انا بس عاملها مشكلها بس مخليها مختفيه. اه يلا الطاسه دي مش صغيره على كل دول؟ لا لا بتكش. انا دي خلاص. شكرا اتفضل حضرتك. وهحتاج ملح وفلفل. عندك حاجتك اهي. اه كنا بنستخدمهم من وراك وكنا بنستخدمهم نقول دول بتوع الشيف. شرف ليه دول بتوع الشيف يوسف. هحط شويه ملح وفلفل بسيط بس. الملح الفلفل ممكن تلاقيه مش مجروش بقى. ايوه ناعم. خدعه. اه خدت بالي. معلش هتسويها تماما ولا تشويحه؟ لا هسويها. اه اوكي عشان كده احنا ممكن بقى ايه نسيبها تستوي ونعمل الصوص بقى بتاعها. فين؟ هنعمله في الخلاط. في الخلاط. شكرا. يلا اهم حاجه ان انا ما استعجلش في تقليبها عشان لازم في ناس بتغلط غلطه ان هي تقوم مقلبه على طول اول ما بتحطها عمرها ما هتاخد لون، لازم اسيبها شويه. هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظره العالم ما تطمن. ده صوص فكرته ان هو حراق بزياده ففي حاجات حراق. اه شكرا. ففي ممكن حاجات نستغنى عنها لو احنا مش عايزينه ان هو يبقى مشطشط قوي. اديني كزبره. كزبره خضراء. بقدونس اخضر. بقدونس. 8 فصوص ثوم. 8 فصوص ثوم. ممكن تحط شويه مش كله لو عايز. يلا. فلفل اخضر. فلفل فلفل احمر. وقرن واحد احمر. اهو. ليمون. خل بلسمك. خل البلسمك ده خل البلسمك اللي ما يلوش حط خل عادي. اه مش لازم. ونص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت. اهو. ايه كمان؟ وزعتر ناشف. اتفضل. بس كده كفايه. اه تمام. ونقلب. لو عايز ازود لك زيت قول. وعايز ما ينفعش احط شويه ميه؟ ينفع ينفع طبعا ينفع. قلب الفراخ قلب الفراخ. لسه لسه اسمع مني انا لسه. نحط شوية زيت. ايوه او ممكن شوية مية لو انت عايز. هنشوف هيحصل ايه بقى. ونقلب. حبة مية صغيرة عشان ما تفصلش. حط ما تفصلش. ايوه بس ظبطوا الأداء. وده قول لنا كده ايه اللي بيتضرب من الأول لو سمحت. ده يا سيدي كزبرة وبقدونس، فلفل اخضر حامي، فلفل احمر حامي، خل بلسمك، ليمون، زيت، نص كوبايه زيت، وزعتر نشف. خلاص؟ اه ده على جنب. ده بقى ايه حطوني هنا بقى عشان ايه هنشتغل فيه. ده صوص التشيميتشوري. هو ده هيتحط على النار؟ لا لا ده بيتقدم بارد، ما ينفعش يتحط على النار. ده صوص بيتقدم بارد. ممكن نقلب دلوقتي؟ تالي اه. هنعمل ايه؟
نسيبها بقى ايه تستوي بس. ممكن تحب نبدا بالمكرونه عبال لا 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 ولا عايز تطلع ده ايه ده؟ ده خلاص ضعف مش عايز كده. الفراخ عملنا ايه فيها؟ احنا بنشوحها الاول، عملناها بالمستردة والليمون، بنحمرها في الزبده. طبعا هقول لك حاجه هتاخد لها شويه صح؟ اه طب نخش على الطبق اللي بعدها. يلا يلا بينا. سوري ممكن جيب لي اتفضل الباستا اقول مقاديرها. كوبايه من المكرونه، كوبايه بتنجان، كوبايه فلفل الوان، كوبايه عصير طماطم، بصله، بعدين كرفس، ورق لورا، معلقتين ثوم مفروم، معلقتين خل عنب، معلقه سكر، معلقتين زبده. يلا الباستا الكربوناتا دي بقى لذيذه قوي. حط الزبده. انت حاطط لي كل حاجه مدلعني. هنحتاج البتنجان متقطع كبير. بتنجان اهو مكعبات، انا بحطه الاول لوحده خالص عشان يتحمر. بعدين زود الثوم، نديله تقليبه. اول ما تحس انها استوت يلا يعني لسه. نحط ايه معاه؟ انا حطيت ثوم، بعدين ازود بصل زي كده، وبصل ثوم وبتنجان وبصل و ممكن بقى ايه، ممكن تديه شويه زيت صغيرين عشان بس البتنجان بيشرب الزبده والزيت بسرعه. بس تمام. عايز تحط عليه نقطتين ليمون؟ حط. بيدي طعم. بيدي طعم. بس ايه، احنا هنحط كمان خل عنب. سيبها كده شويه. انا قصدي الفراخ اخبارها ايه؟ انا قصدي تحطي عليها النار شويه. اوكي. عشان تستوي كويس. بعدين بعدين اغرف لك الفراخ صح؟ يا ريت. بعدين كرفس، وحط عليها الصوص ده ولا جنبها؟ لا عليها، عليها من فوق، عليها بالمعلقه زي ما انا عامل كده. اوكي. يبقى انا الاول نزلت بالبتنجان على الزبده او الزيت، وبعدين حطيت الثوم، وبعدين البصل، واسيبهم بقى شويه كده مع عودين الكرفس. بعدين اساعدك في التقديم. لا نجيب لك معلقه. لا لا طبعا انا بقى ايه البهاريس دي صراحه احطها. ايوه مهمين دول، عرق الحله ده. عرق الحله. وبعدين انا مستنيهم بس ايه ياخدوا سنه لون عقبال ما نقدم. بصوا ده الصوص اللي احنا ضربناه في الخلاط، الصوص الارجنتيني الحراق ده، بينفع يتقدم مع لحمه بيبقى هايل، مع فراخ. اللي مش عايز يبقى حراق ما يحطش قرنين الفلفل، ويحط فلفل اخضر عادي. شكله حلو قوي. اوكي بصوا اهو very nice. شاطر يا مهند. فلحت يا ولا. يلا دلوقتي ايه هنعمله؟ احنا دلوقتي بعد ما حطينا البتنجان والبصل والثوم والكرفس، هنبتدي بقى ننزل بباقي الحاجة. فلفل الوان، هحط ورق لورا، معلقتين خل عنب، طبعا احنا عشان مستعجلين يعني هتتغطى ولا ما تتغطاش؟ بس لسه هو يعني انا كنت بسيب الاول البتنجان يتحمر شويه، مش مشكله عشان بس هحط طماطم كميه. ما هو ده الصوص بتاعنا بقى.
وطبعا مع الطماطم لازم معلقه سكر عشان الحموضه. اديني بقى شويه ملح وفلفل. انت قلتهم لي انت. يلا هجيب لك انا الفلفل بتاع الايه؟ هجيب لك الفلفل بتاع المره الجايه بقى. جيبهولك. واخر حاجه دي ايه؟ ايه ده؟ قول. دي الميه بتاعت المكرونه. برافو. شطوره. عشان تربط. شطوره. سيبها تلغي غلو عشان تربط. ده يا ابني ده تعليم. انا بطبخ من قبل ما انت تتولد. مش انت عندك 28 سنه؟ طبعا. طبعا دي احسن حاجه قلتها النهارده. هسيبها بقى ايه كده تقول مع نفسها. بعد ما تقول مع نفسها. بعد ما تقول. خلاص خليها مش مشكله. خليها؟ مش مشكله سيبها تستوي براحتها عشان الناس تعرف تاكل. ماشي. احكي كده عملت ايه النهارده؟ النهارده لغايه دلوقتي. النهارده عملنا فراخ بالصوص الارجنتيني التشيميتشوري. وعملنا مكرونه بالبتنجان والفلفل الالوان. طب بهذه المناسبه سمعنا ايه؟ بندي لك اغنيه الف ليله وليله لكوكب الشرق الست ام كلثوم. الله. بصوت عندليب الشارع حسام حسني. بعد كده نرجع نعمل الكيكه مع شيف يوسف. خليكم على صوت. غير الهنا وغير
راح فين مش عارف. جيري بدور على عدة. نسي نظام، نسي نظام، رايح يقف هناك ويدينا قفاه. بدور على عدة بتاعتي. لا وسايب الدرج مفتوح. انت عايز ايه؟ اه كنت عايز فرشه. هجيب لك انا. ماشي اطلب مني. حاضر. الفرشه هناك اهي، روح هات. بص فين؟ ايوه صح. شطوره صح. شطوره. اقفل الدرج ده عشان حضر باصص له. ايوه ما انا عارف. قولي دي. يلا تعالى اقف هنا مكانك. ايوه شطوره. ايوه بس كده. عملنا ايه قبل الفاصل؟ عملنا فراخ بصوص التشيميتشوري الارجنتيني، وعملنا باستا كربوناتا اللي هي بالبتنجان. معلش هو بيقول حاجات خواجات. مكرونه بالبتنجان. اسمها مكرونه بالبرنجان. قال لك مش عارف شيف شيف بس حلوه قوي. حاجات غريبه كده. هنعمل ايه؟ عايزين حاجات بالعربي. قول لنا دي كيكه. كيكه بالايه بقى؟ بالجزر والشوفان. الحمد لله ما فيهاش شيشوشي ولا فسيسيسي. لا لا ولا اي حاجه. اوكي يلا قول لنا بس. قول. هنحتاج كوبايه من الجزر المسلوق، كوبايه كبيره شوفان، كوبايه زبادي، بيضتين، كوبايه زيت، معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج صودا، كوبايه صغيره من سكر بودره، نص معلقه قرفه، 4 معالق لبن. يلا بقى تعالى. عجبني قوي القصه اللي انت عاملها دي. فرنشا. نطول ولا نقصر؟ غلبتنا بقى. الشيف عاملها في شعر. غلبتنا. تعالى بس عشان نركب لي. بس ازاي؟ اقطع علي. بص بقى. ايه. مش انت خفيت براحتك بقى عدى بتعافى. مفيش عدة حاجات. مفيش مفيش في ده بوتاجاز. في خلاط. قلت لك في ماشينز. قلت لا لا انا سمعتك بتقول بوتاجاز. اوكي اوكي يلا. ماي باد. انا قلت ايه؟ ماي باد غلطتي. ماي باد. حط الجزر ده. ده مسلوق ولا انا ايه؟ مسلوق. هجننه. شكرا. جنن يا اخويا جنن. مش رجعت لنا سالم غانم. يلا اللي بعده. بص يا سيدي. بطين. لا 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 بطين كله موجود على الجزر المسلوق. اهو الزبادي بس مش كل ده. مش عايزه كله قوي. ها يعني بس كده. مش كل الشوفان ده. مش كله برضو. احنا عايزين بالوايم عشان ايه؟ نشوف التجانس يعني. خلي الحاجه معانا. بيكنج سودا، بيكنج باودر. بيكنج سودا، بيكنج باودر، قرفة. انا مش حاطط سكر عشان الجزر اوريدي مسكر والقرفة كمان بتسكر. ونص كوباية زيت. طب ده مش عارف بقى الخلاط هيمشي ولا لا. هنجرب. ممكن اجيب لك حاجة. لا ها وبعدين هتعمل ايه دلوقتي؟ عايز لا مش كده يا هنشوف. معلش ان شاء الله هيتحرك. ما كسفني. هيقولك ما خلي دول عشان نشوف بس التكستشر. القوام. ملمس. القوام. ملمس. قوام. ملمس. لا قوام. ملمس. يلا 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 اهو. يلا يلا يلا. خليني ادي لك تقليبه لو عايز. لا هي هتعمل دلوقتي الدوامه وكل حاجه هتمشي. هو ايه اللي فوق ده؟ شوفان. الكيكه دي حلوه للناس اللي عندها سكر او مش عايزه تدخل عشان ما فيهاش سكر. اخر خطوه ممكن ما يعني اللي هنعمل لها سكر من فوق ممكن ما نحطوش اصلا. فكرنا بقى احنا حطينا ايه جوه هنا. حطينا جزر مسلوق، شوفان، بيضتين، بيكنج سودا، بيكنج باودر، زبادي، ومعلقه نص معلقه قرفه. خلاص مبسوط. افتح كده بس شوف حاجه اهي. عايز تزود حاجه؟ اديها ضربه كمان بس. عايز تزود حاجه؟ لا مش هزود حاجه بس دي. انتوا عارفين طبعا شيف يوسف بيحب ايه؟ عبقري الدنيا. يلا هي عملت الدوامه اهي بس كده. حلو قوي كده. هجيب بقى قالب كيك وادهنه زبده. ثواني. حبيت بلدي عشان بلدي. انا برضو الكيكه ما فيهاش سمنه ولا حاجه بس حطينا نص كوبايه زيت بس. فهي حلوه للناس اللي مش عايزه تتخن او عندها السكر. طب يلا يلا انا اسمع حضرتك. اتفضل. دي بتخش الفرن بتقعد قد ايه؟ انا وقعت بره. شفت بقى؟ ساعه الا ثلث. شفت بقى؟ شفت بقى؟ ساعه الا ثلث على 180 ثانيه. انا هلحقك حالا. لخبطتني حالا. انا اسف يا فندم. ماشي. نحطها بقى ايه في الفرن؟ يلا على 180 180 ساعه الا ثلث. اهي طلعت اهي. بصوا لسه بس هوريك حاجه بس عشان عارف هتقول اخر حاجه بس. الايسنج. يعني ايه ايسنج؟ يعني ايه بالعربي؟
لا العيا فوق العيا فوق العيا فوق فوق على اخر الحلقه. طيب احنا عايزين التوبنج او اللي بيتحط على الايسنج ده اللي هو بيبقى من فوق اللي بنشوفه في كل محلات زي عسل كده محلات الحلويات بنحط يا دوبك نقطتين لبن وبنقعد ايه نقلب سكر بودره لحد ما يدي معايا القوام ده ونروح حاطينه على الكيكه باين كده يا شريف ها باين كده حلو قوي نروح حاطينه على الكيكه من فوق بيبقى لطيف جدا ثانيه ايه خلاص انت يعني دول كفايه عايز ماشي إيه خلاص انا بس كفايه طبعا ماشي يلا الكيكه دي حلوه اعملوها لذيذه ما بتتخنش حلوه انها ما بتتخنش بتبقى كده بس حلو كده سيبه بقى زي ما هو ما اتحركش حاجه قول لنا كده النهارده من الاول لو سمحت عملنا ايه النهارده يا سيدي عملنا الفراخ بصوص التشيميتشوري او الصوص الارجنتيني الحار وعملنا مكرونه بالبتنجان والثوم والفلفل الالوان واخيرا عملنا كيكه الجزر بالشوفان الارجنتين دي الارجنتين في قاره ايه استنى ارجنتين لا مش عارف يا شريف انا الراجل لسه قايم من عيني مش فاكر تعبان مش عارف الارجنتين في قاره ايه طب انهي ناحيه يعني جنب ايه ارجنتين ارجنتينا دي لا مش عارف مش حاضرني بصراحه دلوقتي في قاره اسمها امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه الارجنتين في امريكا الجنوبيه جنب مكسيكو كده يعني لا مكسيكو دي يا حبيبي في امريكا الشماليه بجد تخيل انت ايه ده انا متخيل بس الارجنتين بيتكلموا برضو ايوه لا مالناش دعوه باللغه ايه ده بس انا متخيلهم جنب بعض لا دي في قاره ودي في قاره اصلا بس انا حاسسهم قريبين ما هم مش قريبين خالص هو في امريكا الشماليه قاره امريكا الشماليه دي شمالها كندا في النص الولايات المتحده الامريكيه في الجنوب أيه. المكسيك بعد كده في القارة الثانية أمريكا الجنوبية بدايتها فنزويلا جنوبها بقى في برازيل والأرجنتين وعلى شمال على في الغرب يعني فيه. أرجنتين دي بعد برازيل أو تخاف بقيتها خالص جميل نجيب أطلس المرة الجاية طب علامها شكله إيه؟ أرجنتينا؟ لا مش عارف برضه مقلم أزرق نفس الدرجة دي بأبيض وفي النص فيه شمس طب عالم البرازيل شكله مش ده اللي كانت طالعه منه ايفيتا صح؟ ايفيتا بيروني صح؟ شفت دونت كراي فور مي ارجنتينا شفت اديني على حاجه معلومه جت معرفش ازاي نزلت ومارادونا ومارادونا لا مارادونا طبعا كفايه ان انا عرفت ايفيتا حلو قوي عالم بقى البرازيل شكله ايه ده؟ برازيل في احمر؟ لا مش احمر خالص في اخضر خالص اكيد في اخضر هو اخضر وفي مثلث اصفر وفي النص زي كره ارضيه كده ايوه انا عايزك صح تقعد هجيب اطلس لو سمحت عشان هجيب الكوره المره الجايه صبي هتتعب نفسيا شكرا شيف يوسف الحمد لله على سلامتك هنسمع دلوقتي زحمه يا دنيا زحمه للفنان احمد عدويه بعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب خليكم على سمحت مزيكا يا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب زحمة والعنش رحمة ولد وصاحبه غايب زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب زحمة والعنش رحمة ولد وصاحبه غايب زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب زحمة والعنش رحمة ولد وصاحبه غايب اجي من هنا زحمه اروح هنا زحمه هنا او هنا اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا زحمه يا دنيا زحمه إلا تلت ومعادي مع التمانية لمس السكة دي رحت
ولا لاقي سكة تانية الساعة إلا تلت ومعادي مع التمانية لا من السكة دي روح ولا لاقي سكة تانية وكتير الناس كتير وأنا عايز أسبق وأطير كتير الناس كتير وأنا عايز أسبق وأطير أجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا أجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا زحمة يا دنيا زحمة نيس مميت حتمي شرفانا منورانا مبسوطه اه ست نيس ست على بعضها نيس مميت حتمي شرفانا منورانا وعجبني الامبيونس الجديده اللي عاملاه بقت تلبس فساتين كده قصيره لذيذه وعليها العبايات فعامله مزج بين المودرن والحاجات الشرقيه بتاعتنا ودي بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا ايوه عامل ايه شو اخبارك مبدئيا نشكر بنتي جميله اللي جايبه لي العبايه دي والله انت بنتي جميله اصلا ذوقك حلو هقول لك بقى هي في عيد الام ما جابتليش هديه وكانت عارفه ان احنا مسافرين لاقصر ففضلت قايله لي ايه انا هشيل الفلوس وهي عارفه انا بحب اشتري حاجات من الاقصر اتواب فقالت لي هجيب لك الهديه بتاعتك من هناك فخلاص كنا اخر يوم بقى وما كناش لفينا كتير في السوق ما كانش فيه وقت يعني وبعدين اخر يوم بقى لقيت دي وعلى فكره هي دي تحتيها جلابيه هو ست على بعض طيب. اه يعني طقم كامل كده على بعضه فهي اللي جايبهولي بعدين انا بقى بعمل الستايلنج بقى اللي هو بلبس حاجه على حاجه دريس او فستان مودرن على حاجه عربيه على حلق قومي وريهم يوه 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 تحرج ونيش بقى بصوا هي لابسه فستان عادي جدا اه فستان بيزك ما فيهوش اي حاجه وعليه العبايه وعليه العبايه حلوه فيها اسود واسود يعجبني فيك ان انت بتلبسي فساتين اه طب وايه مالها الفساتين؟ ما انا بقولك بيعجبني فيكي ده اه ما الناس بتلبسها عادي فين ده حضرتك؟ لا بيلبسوا والله والله؟ اه انت بتشوفي ستات في مصر ماشيه لابسه فساتين؟ لا مش ما هو بص بقى انا عايل الجمله ستات في مصر ماشيه لابسه فساتين هو مش بالظبط يعني انت ممكن تلاقي ناس لابسه فساتين في مناسبات وليه مش الشارع؟ هنرجع فساتين طويله لا في فساتين طويله في الشارع؟ اه لا لا في انا بشوفش لا 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 فيه. انا بشوفش غير بنطلونات لا 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 وبنطلونات في لا 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 في فساتين دلوقتي طويله لذيذه وواسعه وشكلها حلو وتنفع محجبات او مش محجبات بتبقى لطيفه يعني انا بحس في الصيف بقى كمان فضفاضه فياضه جميله ايه فياضه دي؟ كان بيقولها احمد مكي فياضه؟ اه في طير انت يعني فضفاضه كده يعني تحس ان انت مرحرح اقوى انا يا خرابي اه انا احب الرحرح طب قولي لنا بقى طبعا اعتدنا ان احنا نحكي حواديت فانا النهارده بقى جايبه لكم حدوته مختلفه شويه حدوته لحاجه واصلها مش انا دايما من ساعه ما جيت معاك واحنا بنحكي مثلا على كلمات معينه احنا بنقولها كتير فاجي اقول لك ده اصل الكلمه دي اصلها في اللغه المصريه القديمه اصل الكلمه دي لغه فارسيه اصلها انجليزيه اصلها مش عارفه ايه والكلمات دي تم تحويرها على مدار السنين لحد ما وصلت للكلمه اللي احنا بنقولها دلوقتي مؤخرا بقى وقع في ايدي كتاب كنز جميل جدا واستمتعت جدا بيه والكتاب ده بيتناول مجموعه من الابحاث واحده من هي عالمه في اللغويات بدات تفكر هو ليه مثلا بلاقي كلمة زي كلمة كهف في العربي موجودة كيف في الانجليش موجودة مش عارفة كافوس تقريبا او حاجة كده في الايطالي او في الاسباني حاجة كده فهو ايه بقى الاصل مين خد من مين واكتشفت بعد مجموعة من الدراسات هم اخدوا منين اكيد ان الاصل في اللغات هو اللغة العربية اصل اللغات كلها هو اللغة العربية وقالت بقى ده ليه أصل في كام حاجة كده ليه يقول لك إن اللغة العربية هي اللي ليها أصل وخليني المرة اللي جاية الحلقة اللي جاية بقى أحكي لك حدوثة تانية ليها علاقة بمصر واللغة المصرية القديمة والعربية عشان في ناس عندهم لخبطة لخبطة في القصة دي أه
فليه بقى اللغة العربية هي أصل اللغات؟ لأنه اللغة العربية دي لغة عندها سعة كبيرة مرعبة. يعني اللغات بتتقسم بشكل من الأشكال عشان تعرف اللغة دي قدرتها الاستيعابية قد إيه، يعني تاخد مجموعة كلمات قد إيه، اشتقاقات قد إيه الكلام ده. فلو جينا مثلا شفنا اللغة اللاتينية هنلاقي إن هي فيها 700 جذر لغوي. الجذر اللغوي ده اللي هو الأساس بتاع الكلمة، خلاص، أو كل كلمة بجذورها اللغوية. فعندهم 700 جذر لغوي، خلاص. في عندي اللغة الساكسونية بتوصل لألف جذر لغوي. طب اللغة العربية بقى؟ قولوا فات 16,000 جذر لغوي. لا، هو مفيش مقارنة أصلا، خلاص. طيب هل بس عشان اللغة العربية فيها جذور لغوية كتيرة والساعة بتاعتها؟ لا، احنا في بقى عندنا شوية تركات كده في المشتقات. يعني ايه المشتقات؟ المشتقات اللي من الكلمة الواحدة هتلاقيها في اللغات المختلفة ملهاش نفس عدد المشتقات الموجود في اللغة العربية. زي كلمة مثلا زي كلمة طول اللي هي طويل بالانجليزي، في الانجليزي ملهاش مشتقات كتير. في العربي بقى عد بقى معايا، بص يا سيدي، في عندك طال، يطول، طائل، طويل، وعد بقى من ده كتير اشتقاقات كلها من نفس الكلمة. كلمة زي كلمة جود في الانجليش اللي هي في العربي جيد. جيد في منها الجود وجودة وجودة وإيه تاني؟ ويجيد وجواد. فيها كمية اشتقاقات مش طبيعية للكلمة الواحدة. فأنت الكلمة الواحدة عشان كده مثلا يجي يقولك إيه اللغة العامية اللي بتطلع وبتقوموا مدخلينها في أصول اللغة، لأن هي أصلا اللغة مرنة، اللغة فيها جذور لغوية وفيها اشتقاقات مرنة، وفي حاجات إحنا بنبقى فاهمين إن دي عامية وإحنا بنقولها كده، ولما ترجع تلاقي لها أصول في اللغة العربية أصلا في بدايتها. في عندنا حاجة تانية في أصول اللغة العربية، في حاجة اسمها تلوين الوزن، ودي بتفرق إن الكلمة الواحدة ممكن يبقى ليها أكتر من معنى بحاجة اسمها تلوين الوزن. زي ايه مثلا؟ زي كلمة قاتل ومقتول، هي نفس الكلمة وفي تلوين وزني ما بين قاتل ومقتول، بس هي العكس، يعني هي مدية تضاد، فاهم؟ ده قاتل وده قتل، مات، ده موت، عكس بعض تماما، ده ضحية وده، ولونت الوزن بتاعها. التلوين الوزني ده مش موجود في باقي اللغات اصلا، ما تلاقيهوش في باقي اللغات. حاجة كمان ان الحروف عندنا، الحروف العربية كل حرف ليه دلالة ورمز. كل الحروف، عشان كده هتلاقي في القرآن الكريم مثلا في سور بدأ بحروف ألف لام ميم مثلا. زي ايه عشان نبسطها برضو للناس؟ في حرف زي حرف الحاء مثلا اللي احنا بنقول عليه حاء، ده مرتبط بالحدة والسخونة. هتلاقي كلمات اللي بالحاء مثلا زي ايه؟ حديد، حريق، حديد، حب، حر، ايه تاني؟ حرام. كلها حاجات حادة جدا. حمار، كلها طبعا ده التاتش بتاع شريف، طب معروف يعني ده لازم طبعا شريف يقول حاجة بقى بره السياق، بره الموضوع. حمار مثلا احنا بنحبه، بس هو في حدة عند الحمار، مش عارفين فين. في حرف تاني مثلا زي حرف الخاء، وحرف الخاء ده مرتبط بالحاجات شوية الكريهة أو السيئة، خيانة، خوف، خبط، كلها حاجات خبط. خبطة انت لما بتتخبط دي حاجة لا كويسة، لطيفة. وحشة يعني كلها حاجات كريهة أو حاجات صعبة، بس في حاجات حلوة، خوخ، في حاجات حلوة بالهنا والشفا. كلته؟ لا لسه، لا خسارة، هنزرعه في الجنين عندنا بجد؟ ما بس ابتدى يبقى هيكبر شوية واحدة. لا يعني استوى ولا لسه شوية؟ ماشي بالهنا والشفا. طيب فالحروف من ضمن الحاجات اللي ميزت اللغة العربية بشكل كبير جدا بدلالاتها ورمزيتها، اللي هي مش هتلاقيها في أي لغة تانية. يعني مفيش أي لغة تانية مثلا هتلاقي هو بيقولك على حرف، الحرف ده ليه دلالة أو ليه رمزية أو ليه معنى معين، لكن الكلام ده هتلاقوه موجود في اللغة العربية. طب حاجة كمان بقى مهمة قوي قوي قوي، المرادفات أو المعاني. الكلمة الواحدة أنا ما بقعد أذاكر مع جميلة العربي بتلاقي كل كلمة ليها مرادفات كتير، وتلاقيها من درس لدرس بتختلف. طب تخيلوا بقى معايا كلمة مثلا زي كلمة
أسد. الأسد ليه أسامي كتير جدا، وكل اسم مربوط بصفة من الصفات الموجودة في الأسد. الأسد اسمه درغام، اسمه غضنفر، اسمه ليث، اسمه أسد، اسمه قصورة، كل الحاجات دي اسم الأسد. ده مش هتلاقيه، أنت عندك مثلا في الإنجليش هتلاقيه لاين مثلا، ملوش اسم تاني، لكن عندك في اللغة العربية في مشتقات كتيرة ومرادفات كتيرة لنفس الاسم الواحد. عشان كده لقوا ان الاصل في كل اللغات اللي طالعة هي اللغة العربية، عشان اتساعها واشتقاقاتها والتلوين الوزن والمرادفات ورمزية الحروف. عجبني القصة اللي انت قلتيها دي. بسات المرة الجاية احكي لك حاجة بقى لذيذة. ايه؟ مرتبطة برضو بقصة اللغة العربية واللغة المصرية القديمة. اوكي. اللي بعده. اللي بعده بقى ستي نوجة قالت لي. ايه بقى يا ترى؟ هنحكي كتير ولا هنحكي قليل؟ يعني نص نص. نص نص؟ طيب هقول لك حاجة بقى من الناس اختلفت فيها الأقاويل إلى حد ما. إن جت الدادة أحن من الوالدة دي حنية فاسدة. بصي إيه؟ إن جت الدادة أحن من الوالدة دي حنية فاسدة. لا مش فاهمه خالص. طيب. الدادة اللي هي مربية. والوالدة اللي هي الأم. لو حنية دي أكتر من حنية دي حنية فاسدة. لو حنية الدادة أكتر من الأم؟ طبعا هو أنت مفروض العلاقة الأصلية تبقى ما بين الطفل والأم اللي ولدته، حتى لو المربية بتاخد بالها من حاجات معينة ليها علاقة بالطفل. وخلي بالكوا بس القصة دي عشان في ناس دخلوا لك وهو من أيام زمان كان في دادة. لا هي كان في من دادة أيام قدماء المصريين كان في دادة طبعا. يعني من أيام قدماء المصريين نستهدى بالله كده مفيش حاجة. لا هي موجودة من زمان، المربية موجودة من زمان جدا، كان في مربية موجودة من زمان جدا. الرسول في القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بتربيه المرضعة، ومذكور في القرآن ان اللي مش هتقدر ترضعها هتجيب حد هيرضع. لا يعني لا هي يعني المرضعة الرسول عليه الصلاة والسلام المرضعة كانت بتربيه لانه كان قاعد معاها لغاية والدته كانت موجودة مربية بالظبط. بس هي الفكرة بقى كلها في حاجة، ان ما تبقاش علاقة الطفل بالمربية هي العلاقة الأساسية. لا لازم تبقى العلاقة بالأم. طبعا يعني لازم ده تبقى حاجة مفهومة، ان في ناس كتير بيسيبوا بقى اولادهم مع الدادة وبتاع والحاجات. انا بصراحة ما يعني من وجميلة صغيرة الموضوع ده بالنسبة لي لا هو ده مش صح. انت بتحتاج مساعدة، مساعدة بس خلي بالك مع الاحداث اللي بنسمع عنها وبنقرأ عنها والحوادث وبيضربوا الاطفال وبيتحرشوا بيهم. لا كوارث، وفي منهم هايلين طبعا. طبعا وفي منهم بس بقى عشان تعرف انت وحظك. انا بشوف الموضوع الاطفال ده مش من الحاجات اللي تعرف، مش هنجرب. لا لان الحادثه الواحده اللي بتحصل للطفل هتقعد لازقه فيه طول حياته لغايه ما يموت. بقى ايه نكمل بقيه حياتنا في العقده دي. واعرف ناس على فكره حصلت معاهم حاجات من الدادات وهم صغيرين لحد دلوقتي عقده مكمله معانا. لا لا يعني اللي بعده موضوع صعب. اللي يتجوز بالدين يبيع عياله بالفايز. بالظبط اهو قالت لكم اهو انا موافق. اللي معهوش فلوس يتجوز ما يستلفش، ما تتجوز وما تروحش تخلي امك او امك يدينوا ويبقى عليهم فلوس وبقى يبقى غارمات. دي جوازت ايه دي؟ ازاي اصلا يجي لكم قلب تتجوزوا وانتم مامتكم ولا باباكم رايحين يستلفوا فلوس عشان انتم شحطه وتروحوا تتجوزوا؟ اقعدوا في البيت احسن. لا اصلا الموضوع ده بيفرزني. مش هو الكلام معناه اللي انا قلته؟ ايوه حبيبي انت طلعت. لا انا مش انا استحاله بعد الطلعه دي كمان ارجعك. لا هو انت طلعت بقى. هي صح شكرا. وهنا لنا وقفه. ليه بقى؟ لانه انا في الموضوع ده بالذات طبعا ناس كتير قوي 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 اتكلمت على قصه الجواز وان هي يبقى فيها تسهيلات. الناس بره لما بييجوا يتجوزوا مش لازم تبقى شقه تمليك و13 اوضه و14 مش عارفه حمام، يعني ما بيعملوش كده. وبتبقى معظمهم على فكره بره عايشين في ايجار، غير الناس اللي مستواهم المادي كويس وفي استوديو. ايجار واستوديوهات اللي هي انت بتتكلم. استوديو ده مساحته ايه بالكتير؟ 40 متر كبير و40 متر بالظبط. يعني ده بره كلهم كده. واللي بيحصل ان هم لما بيتجوزوا هو مأجر في بيت، هي بتاخد شنطه هدومها وبيقعدوا في نفس البيت ده وبيدفعوا الايجار عادي. ولو غيروا بيغيروا حاجه، مش بقى هات نيش وهات نجف ومين عليه السجاد ومين قطع شرايين. يعني
يعني يعني. وفي الاخر على فكره بس بالمناسبه هي مش ضمان لاي حاجه ولا ضمان ان الجوازه تكمل وبيتطلقوا بعدها بشهرين ومعاك فلوس ومعاكوا فلوس اشتروا اعملوا اللي انتوا عايزينه. معاكمش فلوس ما تروحوش تستلفوا السلف تلف تلف وايه مش عارف ايه خساره ما تكسفنيش بقى والرد رد خساره عيب بقى احفظ وانا ضد موضوع السلف ده تماما. أيوة صح. ومره عملت فيديو ولا بوست قلت الكلمتين دي الناس هزقتني ليه هو عشان هو مش عارف ما فيش حاجه اسمها حد يستلف من حد عشان يتجوز لا ما لا يعني على قد لحافك مد رجليك الله خلاص والناس يا جماعه بس عشان برضو يبقى مفهوم الناس الطبيعي وعلى فكره ده سيبكم بقى من في اوروبا والدول المتقدمه والناس بره وبتاع والكلام ده كله الحقيقه ان هم بيطبقوا الحاجات اللي كانت موجوده عندنا احنا من بدايه الاسلام والحاجات اللي موجوده عندنا احنا من زمان هم صح. خدوها طبقوها واحنا ما بقيناش بنطبقها احنا بقينا مستهلكين وهم بقوا اقتصاديين وبيعرفوا يدبروا امورهم بالظبط وبناخد الحاجات اللي مش صح اللي مش شبهنا فبمنتهى البساطه هم الولاد لما بيوصلوا الولاد والبنات يعني اولادنا عموما لما بيوصلوا لسن معين لازم يبداوا ينزلوا يشتغلوا لازم يبداوا ينزلوا ومش عماله اطفال انا ما بقولش برده وهم صغيرين نمشيهم يشتغلوا في سن معين بيبداوا خلاص هينزلوا على الاقل في اجازه الصيف 14 سنه في اجازه الصيف يبداوا ينزلوا في حاجات بسيطه ياخدوا فلوس يحسوا بثمن الفلوس اللي داخله انا هقول لك انا عملت حاجه مع جميله من مثلا سنه وشويه او حاجه كده احنا طبعا جميله استهلاك بقى فاهم نون ستوب للحاجات وما عندهاش احساس بالمسؤوليه ناحيه اي حاجه فكان مثلا الشامبو والكونديشنر والحاجات دي احنا ما بيقعدوش معانا يعني ما اعرفش لو بترميهم في البانيو مش هيخلصوا بهذه السرعه واتكلمت مره واتنين وحبيبتي وزياده كتير وتبوظ شعرنا وتعمل مش عارفه ايه بتناقش لحد ما لقيت ان الكلام مش جايب نتيجه خالص قلت لها طيب تمام انت هتجيبي مصروفك شامبو وكونديشنر مصروفك اخصميهم بقى كل شهر هاتيهم من مصروفك فما هتجيبيهم من مصروف هي بقت ماشيه بص بالنقطه الف بقيت عارفه تستخدم تقول لي اصل انا عايزه اغير بس لما اخد بقى المصروف بتاعي فبقيت انا اوقات اجيب لها او اخليها تشير معايا مثلا لحد ما تاخد مصروفها اول الشهر لو هي خلصت ما خلصتش اعمل لك ايه ما تستحميش لا بصي حسي بقيمه الحاجه علشان برافو. وبعدين احنا في ظروف اقتصاديه خلاص انت الحاجه اللي بتجيبيها النهارده ممكن ما تعرفيش تجيبيها بكره فلازم تبقي عامله حسابك وانا بعمل كده برده مع نفسي انا مش ناجحه قوي في الموضوع انا قلت لك انا برده مصرفه بس انا بحاول المت واحط لنفسي بادجت ان انا ما اعديهاش في اي حاجه يعني احنا واحنا مسافرين مثلا الاقصر انا كنت قايله احنا معانا بادجت اكس فالاكس دي لخروجنا لاكلنا للشوبينج حاطين له فلوسه مش هنمد ايدينا غير على ده ولما كنت بشتري من السوق كان مثلا يقول لك مثلا الحلق ده مثلا ب 100 جنيه اقول له انا هاخده ب 20 لا او مش عارفه اقول بص انا معايا ميزانيتي 20 هي مش هتناسبك انا ما يرضنيش بس انا مش هدفع فيه غير كده وكنت باخده بالفلوس اللي انا بقولها شوف يا نسمه اتفضل انا عايز اقول لك حاجه انا طبعا اتربيت بالطريقه دي ولغايه دلوقتي انا كده وفي حاجه انا بلاحظها في مصر غريبه جدا انا اعرف ناس اغنياء غنو فاحش مش مليونيرات مليارديرات خلاص ولادهم بيبقوا بيشتغلوا في الصيف في شركات او في مصانع مش بتاعت ابوه ايوه بتاعت ناس تانيه وبيتشحططوا واعرف حد مش هقول اسمه مشهور في مصر الى حد ما شخص رجل اعمال ابنه بقى عنده 18 سنه ما جابلوش عربيه قال له هتشتغل وهات عربيه بالقسط والولد اشتغل مش مع ابوه في حته تانية وبقى يجيب عربيه بالقسط وابوه ملياردة ده مش بخل ده يعلمه بيصنع منه راجل بيتحمل المسؤوليه بالزبط. الولد ده بعد كده هيعرف قيمه الفلوس الولد ده ما هيجي يتجوز مش هيطلق لو 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 مراته اللي هيتجوزها متربيه بنفس الطريقه كان في لسه حاجه انا عاملها شير عندي على الفيسبوك عجبتني جدا مصورين حد معاه فلوس كتيره جدا
لابس تيشيرت بيضه وبنطلون جينز وجزمه كاوتش. شفتيها؟ لا. واحد تاني موظف بس متوقع لابس بورنيطه ماركتها كذا والساعه كذا وانيسيالات معرفش ايه وتيشيرت مش عارف ايه وشنطه ايه وجزمه ايه وايه ايه ايه ايه, إيه. كميه فلوس مصروفه على هدومه, والتاني الملياردير ده لابس تيشيرت عاديه جدا. عارف كنت لسه بتكلم مع حد عندي في الشغل من يومين, كانت بتسالني على حاجه يعني, فبتقول لي لا ما هو هو لو الشخص ده حد كويس يعني مش عارفه بيضايق الناس, او قلت لها بصي هو الشخص الواثق في نفسه هو مش مضطر يثبت لحد حاجه. انا مش مضطر, انا انا شخص مثلا انا ماليش قوي في قصه البراندات, مش مهتمه خالص. انا زيرو. انا لو قلت لك الست الجميله دي بكام انت ممكن تتصدم من صدمه حياتك. طب انت تدي القميص ده بكام؟ مش عارف يعني عشان ما قولي رقم. لا يعني دي مش بتاعته, دي انا مركبها فيه. بس هو حلو. بكام؟ انا كنت جايبه في السيل 200 مثلا. 350. وجبت خمس الوان زي بعض. بس هو ما شاء الله حلو ما شاء الله. وايه من سنتين. ومكام؟ ايوه انا كنت لسه لابسه من يومين حاجه بيقولوا لي, قلت لهم جماعه دي عندي من ثانويه عامه. انا بحب اللبس وبحافظ على لبسي. احنا بندي سيبك بقى وبتدي له قيمه, احنا اللي بندي قيمه للشيء. ايوه انا اللي حلي القميص ده, انت اللي محليه اللي انت لابساه. ايوه بالظبط. انا اللي احلي البنطلون مش 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 لا مش بالبراند مش لا لا ولا المال. انا خال انا لو ب 2 جنيه يعني تيشيرت هتحليها, انا ممكن اجيبه ب 2 مش بهزر ب 2 جنيه هتحليها وهو عاجبني انا هيبقى شكلي فيه حلو. صح. ممكن البس براند بمليون جنيه وشكلي فيها وحش قوي. صح. شرفتينا ونورتينا وانستينا. معلش بنعتذر لك جاتسن جاتسن جاتسن. شكرا شكرا ستي نسمع. بهذه المناسبه هنسمعك يا دلع يا دلع على الشحروره 6 صباح بصوت العندليب الشارع حسام حسني. بعد كده نرجع لكم عرض ازياء مع استاذه هبه عادل. خليكم على صباح مزيكا. دلع يا دلع دلع ويبي الحلوين تطلع, يا دلع يا دلع دلع ويبي الحلوين تطلع. روحي حبت روح وقلبي فيك اتولع, روحي حبت روح وقلبي فيك اتولع, قلبي فيك اتولع. يا دلع دلع وبالحلوين طلع, يا دلع دلع وبالحلوين طلع, يا دلع دلع. غير قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب, قلبي غير قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب. انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع, انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع. يا دلع دلع وبالحلوين تطلع, يا دلع دلع وبالحلوين تطلع, يا دلع دلع. ايوه اربعة شارع شريف.
النهارده معانا منظمه ازياء في الحقيقه اول مره تنورنا في 4 شارع الشريف، وهي بقى لها 8 سنين بتشتغل، وزي ما انتم شايفين حاجتها هي عامله المعادله الصعبه. هوصف حاجتها، تصميماتها، تصميماتها فضفاضه، تنفع المحجبه، تنفع غير المحجبه، تتلبس بطرق مختلفه، تنفع قوي الاجانب. الاجانب بيحبوا النوعيه دي من اللبس، الخامات دي، الحاجات السهله الشيك. ففي الحقيقه عامله معادله صعبه مش سهله، وهقول على حاجتها مش موجوده كتير في السوق بالستايل اللي هي عاملاه ده. خلينا كده نرحب بيها استاذه هبه عادل، مصممه الازياء. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيخ. حاجتك حلوه قوي. ميرسي. بجد. والله مبسوطه قوي انها عجبتك. وعامله المعادله وانا بوصف كده حاجتك، حاجتك هقول عليها خواجاتي، محجباتي، مش محجباتي، ممكن المحجبات بسهوله قوي هيلبسوا حاجاتك، ممكن غير محجبات يلبسوا حاجاتك على البحر وبالليل وفي حتت مختلفه، الاجانب هيلبسوها بطريقه مختلفه برضو لانها ده ذوقهم. الحمد لله. وده مش موجود عندنا كتير في مصر. بس في الاول احكي لي، انت بداتي عالم التصميم والتصنيع ازاي؟ البداية إن الحمد لله وأنا في الجامعة كنت دايما، ما كانش فيه وقتها، أنا كنت محجبة في الجامعة، وكان مفيش حاجة اسمها لبس محجبات في السوق. كان فيه لبس اللي جاي من برة، البراندات اللي موجودة في المول هي دي اللي أنزل أجيب منها، فكنت بتعذب عشان أعرف ألبس. بس الحمد لله كنت دايما مميزة إن اللبس مختلف، إني دايما بحاول أغير من شكل اللبس، أو إن أنا إزاي أعمله بشكل ملبسش بادي، ملبسش حاجة ملزقة، ازاي اغير من شكل لبسي بنفس القطعة، اعمل ستايلنج قبل ما كان يبقى في حاجة اسمها ستايلنج او فاشونيستا او الكلام ده. فكان الحمد لله دايما في الجامعة كنت مميزة بالحتة دي. لما اتخرجت قعدت فترة، قعدت بقى اتجوزت وقعدت وكده ما عملتش حاجة. عملت الاول لبس سواري للمحجبات، قعدت فيه شوية، وبعدين حسيت انه لا، الموضوع مش عارفة أكمل فيه لأن هو كان معقد شوية. وبعدين بعد فترة لقيت الناس بتقول لي أنت لازم تعملي براند لبس محجبات، كل بقى أصحابي وحبايبي وكده لازم فقلت طب ليه لأ. فلقيت نفسي بدأت بموضوع ببساطة شديدة جدا قبل بقى الماركتينج ما يبقى بالطريقة دي. عملت 4-5-6 قطع وصورتهم بحاجة بسيطة جدا، و الموضوع اتشهر بشكل خضني لدرجة ان صوري كانت بتتاخد باللبس في بيجات انه دي تصنيعهم. وكنت بفرح يعني. بتفرحي بس بتزعل برضه لان بيسرقوا مجهودك. كنت بزعل بس عمري ما طلعت عملت بروباجندا على الموضوع. طيب يعني بصي، انت عاملة الحاجات اللي انا اتمنى ان انا اشوف البنات والسيدات اللي قرروا يتحجبوا يبقوا لابسينها، ما لا يصف ولا يشف. والالوان حتى اللي انت عاملاها، حتى في الميك اب اللي انت عاملاها، اللي هي ما فيهاش، مش ملفته للنظر. ومجمله ده بالاكسسوارز الحلوه اللي انت لابساها. دي الاكسسوارز كلها اللي انا لابساها وللبنات لابساها يوم جولري. كانت عندنا. جميله يوم. حلوه قوي. ساعدتني قوي عشان نطلع الحاجه مظبوطه. فانا بشكرك ان انت عامله الهدوم الفضفاضه بالخامات الحلوه، بالالوان المريحه للعين، اللي هي عارفه يعني. انا عشان ساعات الناس بتزعل لما بقول كده، لما واحده بتقرر تبقى محجبه بيبقى شكلها المفروض يبقى حلو طبعا وبسيط طبعا ومش ملفته يعني. فيها فاهمه انت فاهمه انا عايز اقول جدا. فانت عامله المعادله دي وفي نفس الوقت حاجتك غير المحجبات هيلبسوها هيبقوا مبسوطين. ده اللي بيحصل فعلا. انا عندي كلاينتس كتيره مش محجبات والاجانب. انا شايف حاجتك. أيوة. عارفه بتوكان المعادي. ايوه حقيقي تنفعهم قوي. فبرافو عليكي انك عامله كده. انا كنت عايزه مش ريدي تو وير، ايزي تو وير. ايزي تو وير. وفي نفس الوقت انا بحب يبقى في حاجه كده بتاعتي. صح. انت الماركه اسمها ايه؟ قماشه. قماشه كمان اسم حلو قوي. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه المجموعه الخاصه بيكي. فاصل نرجع لكم، خليكم معايا لو سمحتوا. We'll be right back.
شفت النهارده في الحقيقه كولكشن حلوه قوي 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 لمصنعه الازياء استاذه هبه عادل. البراند اسمه قماشه قماشه. وهستناكي على الكولكشن الجديده. حاجتك كلها احلى من بعض. ربنا يخليك. واتمنى ان انت تصدري الهدوم دي ان شاء الله. يبقى في الخطه ان شاء الله. بشكرك. ميرسي. انا شكرا. اتمنى تكون اتبسطتي النهارده في حلقه بدايه الاسبوع. نكون معاكم بكره في نفس الميعاد. شكرا ليكم. باي باي. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي واميره منوره قوي. عاملين فطاير اسمها كورني اللي هي القرطاس. المدور ده بقى فطير مشلتت بالجليش. عندنا النهارده الدكتوره وعد امين خبيره تغذيه. اهلا وسهلا. هاي. قولي لي الفطير المشلتت بيتخن؟ في خرافه ان احنا علشان تبقى صحتنا كويسه محتاجين نعتدل. مع الكاتب استاذ خيري حسن وحكاياته المختلفه التاريخيه عن شاب كان اسمه حمامه، اسمه لقبه حمامه، ده كان شغال معاهم في البيت. الصوت عيونه جوالا. شكرا.